عندي هواية صناعة الطوابين، أخذتها عن رحمة الوالدة الله يرحمها، كانت تسويهن وتصنعهن. وكانوا الناس طبعا في بداية حياتهم ما كان في كهرباء، ما كان في غاز، ما كان في شيء، كانت هي الحياة البدائية على الطابون، صنعوا الخبز من الطابون. الطابون معروف في طينة اسمها كلالة. الكلالة هذه بتكون زي ماد عبارة عن طينة صفرة تقريبا، فيها خطوط، بيجي يا خط أزرق أو خط أخضر، هذه الكلالة. فهذه بنجيبها بننكعها قبل بيوم، يوم بدنا ننوي نسوي نشتغل بنكعها قبل بيوم في جاط، ثاني يوم تكون متحللة وكل شيء تمام، بنظفها بتصير يعني زي العجين في إيدي. بعدها بصير يعني أزيد التبن عليها، التبن هذا بشد الطينة، يوم بشد الطينة بتخليك إنك تقدر تشكل الطينة زي ما بدك. أمي الله يرحمها هي طبعاً هي كانت تصنع الطوابين وتبيع، كانوا في الناس في هذاك الوقت السعي يشترون وعلى الطابون اعتمادهم. ففي هاي الفترة بكى إلي أخو في السجن، محكوم مؤبد مدى الحياة كان. يوم بكينا نروح نزوره في نفحة فيها سجون، نتنقل طبعاً منهن نفحة وريمون وغيره وغيره، فكان يذكر أمي وكلها يما أنا بكيت تسوي لنا خبز الطابون، وبكيت تشوي لنا بطاطا وتسوي لنا ملتيت، تسوي لنا في الطابون تشوي لنا. قالت له والله يما أنا سويت 30 طابون وبدي أخلي لك منهن طابون، بعتهن أغلبها بعته، وبدي أجيب لها أخلي لك طابون إذا الله أفرجها عليك، وأنا طيب إلا أكعد الطابون واسوي لك اياه وارد خاطرك من كل شيء، من شو ما تشتي بسوي لك فيها الطابون. اذا انا متت هي اختك وراي، يعني حملتني امانه. الطابون هذا بده يضل تيطلع رزق، بتكعدي للطابون ان الله افرجها عليه، بدش تكعدي للطابون وبدش تسدي محلي. شاءت الظروف واراده رب العالمين انه بعد سنتين ونص ثلاث من وفاه امي طلع بصفقة. من يوم طلع طبعا أنا بعد فترة حكعت الطابون وما خليت في خاطر أخوي من خبز، من ملتيت، سمبوسج. تعرف سمبوسج الطابون جنن له نكهة غير، من شوي، من صواني، من حمام أحشي في الطابون من على الفريشة وهيك أسوي أضبط لي. يعني قعدت بيجي ثلاث أشهر طول الصفية وأنا أطعمها من الطابون. يقول لي يا أختي مشان الله تتعبيش حالك. خلص قلت له لا، بدي أريح أمك في قبرها خليها ترتاح. في حجم كبير، في حجم وسط، في حجم صغير حسب العيلة، أو حسب مثلا ممكن أنت تشتغل لفرن، فرن تجاري، بدي حسب الحجم اللي بطلبه. يعني خلينا نقول يعني من ثلاث أيام ممكن يأخذ أسبوع، ده الحجم الكبير. طبعاً في عدة مناطق طلبوا مني، أنا حتى من مناطق الشمال، رام الله، نابلس، طول كرم، طلبوا مني. يعني هو أنا بقول لك يعني إيه، هو منه فن وإبداع ومحافظة على التراث وعلى إيش، يعني قبل أي إشي في الزمانات بكى زي ما يقولوها مجمع الخلان. يعني يوم النسوان يقعدن يعني بكين يتبادلن ادوار الجارات، مثلا اليوم الي بكرة لجارتي الفلانيه، حسب فيقعدن عبين ما يخبزن هالخبزات، يبكين نبشات البلد وسرتها. يعني ما يخلين قصه على ريحه هالخبزات عبين ما يخلص الخبز. أنا من النوع يعني اللي ربينا على خبز الطابون، على أي إشي نسوي في الطابون، من شوي، من يعني بكين لو نحط بصلة وبندورة في صينية هيك في الطابون نشوفها زي الشهد، ننبسط عليها. رغيف الطابون يوم الطول الصبح ما يجيش عبالك فطور، والله بس جيبوا لي قطف عنب
قطف عنب مع رغيف الطابون الصبح أحسن من لحمة خروف الظهر.